حصان النبي وخير الصحاء أن نرقى جميعا أعالي السحاء. حصان النبي وخير الصحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب، ونزرع الحق في كل رحاب لنحصد النور ونجلو الضباب. لنحصد النور. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الدورة المكثفة للعقيدة الإسلامية، وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم على صبركم خيرا، وأن يجعل خطواتكم في سبيل طلب العلم جهادا في سبيل الله جل وعلا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح نوايانا وأخلص قلوبنا. اللهم اجعلنا مسلمين مؤمنين موقنين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم زك قلوبنا بالعلم، وزك نفوسنا بالإيمان. أيها الأحباب الكرام، ما زلنا نواصل في كتاب في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ووقفنا عند باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، والقراءة مع الشيخ أكرم حمدي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه قراءة في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي على شيخنا وحيد ابن عبد السلام بالي حفظه الله. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة برغم أن الإنسان الذي ذبح في هذا المكان إنما ذبح لله، لكنه ذريعة إلى الذبح لغير الله، فهذا مبني على قاعدة سد الذرائع. وفيه تشبه أيضا بالمشركين الذين يذبحون بغير الله، وعند أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منه. ثم افتتح بذكر الآية الكريمة، بل ذكر الشاهد منها: لا تقم فيه أبدا. فيه عائدة على ماذا؟ على مسجد الضرار، لما بنى المنافقون مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، بنى المنافقون هذا المسجد في المدينة النبوية، وكانوا يستقبلون فيه الجواسيس من بلاد الفرس والروم، ويأتون لكي يتجسسوا على أحوال المسلمين ويعرفوا أسرارهم. وأراد المنافقون أن يصبغوا هذا المسجد بالصبغة الشرعية وأن ينفوا عنهم الشبهة، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم
أن يصلي في هذا المسجد، يصلي لهم صلاة فيه حتى لا يقول أحد إن هذا المسجد فيه ضرار أو فيه ناس مشكوك فيه من نحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجعت من الغزوة صليت فيه، وكان مسافرا لغزوة تبوك. فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات وهو في الطريق، في طريق عودته، فأرسل أناسا حرقوا هذا المسجد على من فيه وقفز من فيه ومضوا. وأنزل الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وإلى قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذا مسجد وهذا محل عبادة وعبادة لله، ورغم ذلك نهى الله عز وجل نبيه أن يصلي فيه. لماذا؟ لأنه اتخذ أصلا للإضرار بالمؤمنين وإن كان ظاهره العبادة. استدل به المصنف رحمه الله تعالى على أنه لا يجوز أن نذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل، وإن كان الذبح لله. ثم بدأ المصنف يذكر هذا الحديث الذي ثبت عند أبي داود بسند حسن: حينما نظر رجل أن يذبح في مكان اسمه بوانة، فسأله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: إذن أوفي بنذرك. ثم قال: إنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وبدأ المصنف رحمه الله يوضح أو يستنبط مسائل من هذا الحديث، فقال: تفسير لا تقم فيه أبدا وضحناه. نعم. قال: الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. تؤثر في الأرض يعني في المكان، يعني المكان الذي يعصى فيه الله عز وجل لا ينبغي الإنسان أن يستمر فيه. فلا تجلس مع أناس على قهوة مثلا يشربون الخمر أو يشربون الشيشة، رغم أنك جالس تنتظر إنسانا ولم ترتكب ذنب، لكن هذا المكان أصبح مكان شبهة، مكان معصية، فينبغي الإنسان أن يفارق المعصية. نعم. قال: الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. رد المسألة المشكلة يعني لو في مسألة من المسائل المشكلة أو مجملة أو مبهمة ترد إلى نص آخر في هذه المسألة يكون موضحا أو مفصلا، كما ذكرنا ذلك في علاقة السنة بالقرآن أنها تفصل مجملة وتبين مبهمة، وشرحنا ذلك. نعم. قال: الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. وهذا الاستفصال يحتاج إليه كل مفتي للقاعدة الأصولية التي تقول: الفتوى فرع التصور. اكتبوها: الفتوى فرع التصور. يعني لا يجوز للإنسان أن يفتي إلا بعد أن يتصور المسألة تصور حقيقي. فإذا استفتك إنسان في مسألة طبية وأنت لست متخصصا في الطب، لابد أن تسأل وتستفصل حتى تتصور المسألة. إذا تصورتها تصورا كاملا تستطيع أن تفتي، إذا لم تستطيع أن تتصورها فقل: لا أدري. نعم. وهذا ما أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيه عبد نوثن وثن يعبد؟ هل كان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ استفصال عن أحوال المكان. زي إنسان مثلا حلف بالطلاق، ماذا قلت؟ وهذه أول طلقة ولا الطلقة الثانية؟ وأنت طلقتها منذ كم يوم؟ وهذه المرأة حائض ولا غير حائض؟ وهكذا. يعني لو واحد قال: أنا قلت لزوجتي أنت طالق، تقول له رجعها وخلاص؟ لا، تسأل: زوجتك دي معقود عليها ولا داخل بها؟ عشان تعرف الحكم. إن قال لك معقود عليها يبقى إيه؟ بانت بنونة صغرى ليس لها رجع، لابد من عقد جديد ومهر جديد. إذا قال: لا أنا متزوج وداخل، تبدأ تستفصل: هذه الطلقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ إن كانت الأولى تبدأ تستفصل، وإذا كانت الثالثة يبقى لا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، وإذا كانت الأولى تبدأ تستفصل ثاني. أنت نطقت بطلاق الصريح، قلت: أنت طالق، أنت طالق، ولا قلت علي الطلاق أو سأطلقك أو إن فعلت كذا فأنت طالق؟
كل مسألة من هذه المسائل لها حكم شرعي. إذا لابد من استفصال المفتي حتى يتصور المسألة تصورا كاملا. قال رحمه الله: الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. نعم، لا بأس أن يقول الإنسان سأذبح في مكان كذا ووزع على الفقراء والمساكين، أو يقول الإنسان سأقيم وليمة بمكان كذا، أو سأوزع ثيابا على الفقراء أمام النادي أو أمام المسجد أو نحو ذلك. قال السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، سدا للذريعة. نعم. قال السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، حتى لا يعود هذا العيد مرة أخرى ويحيى أثر الجاهلين. قال الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. نعم، نذر المعصية الذي فيه شبهة لأنه سيحيي أمرا من أمور الجاهلية، فأصبح النذر بهذه الطريقة أو بهذه الصفة نظر جاهلية ممنوع. نعم. قال التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. لكن لابد من العلم، يعني المصنف رحمه الله يقول الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، ولو لم يقصد مشابهة المشركين. يعني إنسان يقول أنا أريد أن أعمل عيد ميلاد لولدي وأنا لا أقصد أن أتشبه بالمشركين، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه يعلم أن هذه صفة من صفات المشركين وأنهم يحتفلون بأعياد الميلاد، فهذا لا يجوز. لكن العلماء وضعوا ضابطا آخر، وهو أن يعلم أن هذا فعلا من أعياد المشركين. لكن بنت عروسة لبست فستان أبيض يوم الفرح، وبعد ما لبست الفستان الأبيض وانتهت وانتهى الفرح وبعد الزواج بأسبوعين، زميلتها قالت لها: كيف تلبسين فستان أبيض؟ هذا من عادات النصارى، بأنهم متعودين أن العروسة لازم تلبس فستان أبيض عشان تبقى سنتها بيضة وزواجها أبيض، ولو لبست أي لون آخر غير الأبيض فإنهم يتشائمون. قل لا، أنا لم يخطر ببالي هذا ولا أعلم بهذه القصة. إذن هذه العروسة تأثم ولا لا تأثم؟ لا تأثم، لأنها لم تعلم. إذن يشترط العلم بأن هذا من عادات المشركين. قال العاشرة: لا نذر في معصية. نعم، لو واحد نذر أن يقتل إنسانا أو نذر أن يشرب خمرا لا يوفي بنذره ولا يكفر عن هذا النذر. قال: ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ولم يقل فليكفر عن يمين. نعم. قال الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم، لا يجوز أن تقول نذرت لله أن أذبح بقرة جاري، أو نذرت لله أن أتصدق بسيارة صديقي، فهذا نذر فيما لا يملك ابن آدم. نعم. قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال: فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر. هنا قول الله تبارك وتعالى: يوفون بالنذر، هذه الآية سيقت في سياق المدح: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير. الإنسان إذا نذر إخواني يجب أن يوفي بنذره. والنذر ثلاثة أنواع: نذر معصية، ونذر مكروه، ونذر مستحب. نذر المعصية أن ينذر شيئا حرمه الله، كان ينذر قتل فلان أو سرقة بيت فلان، أو ينذر الذبح لغير الله، أو ينذر
أن يطوف بغير الكعبة، هذا نذر معصية، وهذا لا يجوز الوفاء به وليست له كفار. نذر مكروه وهو النذر المعلق، يقول إن شفى الله مريضي لأصومن 3 أيام، يقول إن نجحت هذا العام سأتصدق 100 جنيه، هذا نذر معلق، معلق على شرط، هذا مكروه، لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النذر المكروه إنما يستخرج به من البخيل، يعني كأنه بيعامل الله عز وجل بالمثل، إن نجحتني هتصدق وإن لم أنجح لن أتصدق، وهذا يكره، ورغم ذلك يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. النوع الثالث من النذر وهو نذر طاعة غير معلق، يقول رجل نذرت أن أبني مسجدا لله، يقول رجل نذرت أن أصوم 3 أيام بدون تعليق على أي شيء، هذا مستحب لأنه نذر طاعة بدون تعليق. نعم. قال رحمه الله: الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. نعم، صرف النذر لغير الله شرك. كان يقول نذرت للولي الفلاني بقرة، أو نذرت أن أذبح للجن، كل هذا شرك. نعم. قال الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قال: فيه مسائل، الأولى تفسير آية الجن. من الشرك الاستعاذة بغير الله، الاستعاذة بغير الله لا يجوز، أعوذ بك أو أعوذ برسول الله أو أعوذ بالولي الفلاني أو بالملك الفلاني، لأن الذي يقدر على الإعاذة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وسبب نزول هذه الآية أن أهل الجاهلية كان الرجل إذا نزل في الصحراء وهم يسافرون، كانوا ينزلون في الصحراء يبيتون الليالي، يسافر أسبوعا أو كذا، كل ليلة ينزل في الصحراء و يعني ينصبون خيامهم ويبيتون، فإذا نزل في منطقة في الصحراء ولا يعرف أول مرة ينزلها، فينادي يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني سيد الوادي يعني الجن، يعني يستعيذ بسيد الجن وعظيم الجن. أنتم تعلمون أن الجن قبائل وممالك ولهم كبراء وسفهاء وصغار إلى آخره، فكانوا الجن حينما تسمع ذلك، الجن كان حينما ينزل الإنس في مكان الجن تبتعد وتخاف من الإنس، فوجدوا الإنس يستعيذون منهم فاقتربوا منهم فقالوا: إنهم يخافون منا كما نخاف منهم، فبدأوا يخوفون الإنس ليزدادوا استعاذة به، كلما تعوذوا منهم تصور لهم بصور وأصدروا لهم أصواتا وفعلوا أشياء لكي يخاف الإنس. فأنزل الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم إيه؟ رهقا، أي خوفا وذعرا. وأبدلهم الله عز وجل خيرا من ذلك، وهي هذه الكلمات الثابتات في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتاح. وفي رواية لما جاء رجل
في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، دخل رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب إلا دغتني البارحة. فأعطاه دعاء، هذا الدعاء لو قالوا إنسان المغرب لا يمكن أن يلدغه عقرب ولا حية أبدا، حتى لو نام في وسط العقارب والحيات، بدل ما يقول جيد وارفاعي جيد وارفاعي، ولا الرفاع بيجيد ولا بيعمل حاجة، يقول هذا وينام. قال الرجل: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب إلا دغتني البارحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، لم تضرك. قال الرجل، قال بعض العلماء: أي لم تلدغك. أنا كنت ألقي هذا الدرس، يعني ألقيت هذا الحديث أول أمس في القاهرة، وكان جالس معنا واحد يستمع، فرفع يده قلت له تفضل. قال: فعلا حصل، ابن أخوه يحفظ الأذكار في الكتاب وكذا، وذهب إلى منطقة في الصعيد أو في السويس لا أذكر، يقول وحينما جاء ينام قال هذا الدعاء مع الأذكار، يقول: دخلت عقرب بين جسده وثوبه ونمت معاه، العقرب نمت في حضن، واستيقظ فوجدها وأخرجها ولم تلدغه لأنه كان قد قال الدعاء. قلت: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حدث أول أمس في القاهرة، في محاضرة القاهرة، والعهدة على الرجل المتكلم. إذن هذا الدعاء مهم جدا أن نعلمه أبناءنا وإخواننا، نقول في أذكار الصباح والمساء. نعم. قال: الثانية كونه من الشرك، الاستعاذة من الجن من الشرك. بالمناسبة إخواني، لا تجوز الاستعانة بالجن لا في العلاج ولا في غيره. بعض الشباب الذين يعالجون من المس يستعين بالجن في العلاج، وهذا لا يجوز، ويقول: هذا جني مسلم ويساعدني. يقول: حتى لو ادعى الجني أنه مسلم لا تجوز الاستعانة بالجن لأمور. الأمر الأول أن الجني لا يساعدك إلا بمقابل، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك سأل هذا المعالج، قل له الذي يستعين بالجن: أحيانا يجيك صداع، وأحيانا تتنرفز على الأولاد، وأحيانا الأمهم تخبط فيهم وهم يخبطوا فيها، هذا من تخبيط الشيطان لكم. الأمر الثاني أنه حينما يستعين بالجن ويقول له هذا عنده مس ولا سحر ولا عين يرحمكم الله، هذا تعظيم للجن، لأنه سأل الجن، والجن أقل قدرا من الإنس، فهذا تعظيم له وهو لا يجوز. الأمر الثالث أنه لو أن كل المعالجين بالقرآن استخدموا الجن، وكل واحد استعان بالجن، وأنت تريد أن تعالج ولدك تقول أذهب لفلان، يقول: لا، فلان مع جني صغير، اذهب إلى فلان مع جني كبير يخلص لك المسألة على طول. إذن أصبح اتجاه الناس إلى الجن ولا إلى القرآن؟ إلى الجن، وهذا لا يجوز. الأمر الرابع وهذا مهم جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الجن ويعلمهم القرآن ويخاطبهم، وبرغم ذلك لم يطلب منهم أن يساعدوا لا في غزوة ولا في قتال ولا في الإتيان بأسرار الأعداء، برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاجا إلى ذلك، فقد كان يرسل السرية من المدينة إلى مكة ليستطلع أخبار الكفار، وقد يقتل بعض المسلمين. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للجن: هاتوا لنا أخبار الكفار من مكة، لكنه لم يفعل، فدل ذلك على أنه لا يجوز، لا تجوز الاستعانة بالجن. فأخواننا اللي بيعالجوا بالجن نبهوهم أنه لا يجوز الاستعانة بالجن. نعم. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. هذا استنباط جميل جدا، رد على الذين يقولون بخلق القرآن. أعوذ بكلمات الله التامات، كلمات الله التامات يعني القرآن، يعني القرآن كتاب الله. فحينما يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والقرآن هذا كلام الله وصفة من صفات الله، فهو يستعيذ بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، ويجوز الاستعاذة بالصفة كما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أعوذ بعزة الله
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وعزة الله صفة من صفات الله. فيستدلون على أن القرآن ليس مخلوقا، لأنه لو كان القرآن مخلوقا لا يجوز أن يستعيذ بمخلوق. نعم. قال الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. سؤال مهم يعني. أنا بحسب سؤال مهم. فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، يعني إيه فضيلة هذا الدعاء؟ يعني هذا الدعاء يقيك من لدغة الحية والعقرب وأنت في حاجة إلى حفظ نفسك وحفظ أبنائك. نعم. قال الخامسة: أن كون شيء تحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك. يعني قضية المنافع الدنيوية لا علاقة لها بالشرك وغيره، فقد يكون الشيء شركا وقد لا يكون شركا. فهذا الذي استعاذ من الجن وقع في الشرك رغم أنه يريد أن يحفظ نفسه. نعم. قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتان. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال: فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. أولا، المصنف رحمه الله ترجم فقال: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله. يعني لا يجوز أن تستغيث بغير الله، لأن القادر على إغاثة الخلق هو من؟ هو الله. فإذا طلبت من غير الله شيئا لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك. الأمر الثاني، ذكر الحديث، حديث المنافق الذي كان يؤذي المنافقين، قالوا: هيا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لا يستغاث بي. المعنى صحيح، لكن الحديث ضعيف في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف، وفي عند الإمام أحمد في إسناده مجهول. إذن الحديث ضعيف. نعم. قال الثانية: تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. عفوا، الأولى عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. نعم، وهذا معروف في اللغة العربية. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي لا تطلب من غير الله ما لا يملك لك تلبية طلبك لا بالنفع ولا بالضرر. نعم. قال الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم، لو جاءت المرأة التي لا تحمل وذهبت إلى قبر الولي وقالت: أيها الولي العظيم، يقول تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جئتك اليوم وأنا لست بحامل، فأريد أن آتي العام القادم وأنا حامل، وإن حملت لك 100 جنيه وذكر بط. بعض الناس، بعض النساء بتعمل كده: جيتك فاضية أجيك مليان. نعم، بروح الكنيسة أقول للقسيس يا شيخ. المهم، فنقول بأن هذه المرأة التي اعتقدت في الولي الفلاني أنه يستطيع أن ينفعها أو يضرها
هذا الاعتقاد اعتقاد شركي، أو من اعتقد أن الولي يشفي أو ينفع أو يغني أو يفقر فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. ولكن لا، لو من فعل ذلك من الناس لا نحكم عليه بالكفر بعينه، وإنما نحن نحكم حاجة اسمه تكفير العام، يعني من فعل ذلك فقد كفر. لكن زيد من الناس فعل ذلك، لا نقول بأن زيدا كفر تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، إقامة الحجة وإضاحة الشبهات ويكون مقتنع بك أصلا إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. يعني لا يجوز أن يستغيث إنسان بغير الله عز وجل حتى لو كان هذا فيه إرضاء لهذا المستغاث به أو بغيره، لأن الفعل الشركي لا يجوز فعله إرضاء للناس. نعم. قال الخامسة: تفسير الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، أي لا تلجأ إلى أحد ولكن الجأ إلى الله، فهو سبحانه وحده الذي يملك لك النفع والضر. قال السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. نعم، مهما دعوت هذا الولي أن ينفعك أو يضرك أو يرزقك أو يشفيك فإنه لا ينفعك، لأنه أصلا لا يملك شيء. قال السابعة: تفسير الآية الثالثة. الآية الثالثة: فابتغوا عند الله الرزق، أي لا تطلبوا الرزق من غير الله واطلبوه من الله وحده. الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. نعم، وكما ذكرت لكم أن الرزق معنى شامل للرزق المادي والمعنوي. نعم. التاسعة: تفسير الآية الرابعة، وهي قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو ضللت تنادي هذا الميت 100 سنة إلى يوم القيامة لن ينطق ولن يجيبك، وكذلك الصنم لن ينطق ولن يجيبك، برغم أن الأصنام كانت تدخل خلف الشياطين وتجيبهم بأصوات يسمعونها، فكانت تضلهم بذلك. نعم. قال العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله، وهذا يؤخذ من قوله تعالى، إذا كان السؤال مهم اكتبه مش مشاكل. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم. قال الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. هذا الميت لا يدري من يدعوه ممن لا يدعوه أصلا، وكذلك هذه الأصنام. نعم. قال الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. يوم القيامة يتبرأ هؤلاء الأولياء ممن كانوا يتبركون بهم ويدعونهم وهم أموات. نعم. قال الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، لأن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، رواه الترمذي وصححه. وسمها الله عز وجل عبادة فقال: وكانوا بعبادتهم كافرين، أي بدعائهم. نعم. قال الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة، مأخوذ من قوله: وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. الخامسة عشرة: أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس، لأنه وقع في الشرك، والشرك أعظم الذنوب. نعم. السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة، وهي قوله تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم. السابعة عشرة: الأمر العجيب، وهو إقرار عبادة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. نعم، يتركون الأصنام
عند الشدائد ويلجؤون إلى الله، فهم كانوا يؤمنون بالله ويؤمنون بالأصنام ويعبدون الله ويعبدون الأصنام، فما نفعتهم عبادة الله رغم أنهم كانوا يلجؤون إلى الله في حالة الضر ويعلمون أن الصنم لا يملك لهم شيئا في مثل هذه الحالة. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله، لأنه قال لا يستغاث بي إن صح الحديث، لكن كما ذكرت بأن الحديث ضعيف. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والآية. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قال: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، الآية. قال: وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قال: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قال رحمه الله: فيه مسائل. قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني هؤلاء الأصنام لا يستطيعون الخلق، فكيف يشركون به؟ الذي لا يخلق لا يملك الرزق ولا النفع ولا الضر. فقوله: وقوله: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، تعرفون القطمير؟ طيب، حد معاه تمرة؟ نواية البلح مذكور فيها ثلاث أشياء، ثلاثة أشياء في القرآن، هاتوها لي ونوريها لكم. ثلاثة أشياء في النواة، في نواة البلحة مذكورة في القرآن: الأولى القطمير، والثانية النقير، والثالثة الفتيل. الفتيل والنقير والقطمير، ما هو؟ هات نواية البلحة وريني كده. أيوة، هذه نواة البلحة، هذه النواة بيكون ملفوفة بغشاء رقيق، الغشاء الرقيق اللافف النواة اسمه ايه؟ قطمير. هذا الغشاء الرقيق الذي يلف النواة اسمه قطمير. وانظر الى النواة في اخرها، لابد يكون فيها ثقب او فيها شيء، نقطة في النواة من الخلف اسمها نقير، نقرة صغيرة كده في اخر النواة، نقرة في ظهر النواة، أي نواة تفتحها تلاقي فيها نقطة اسمها نقير، نقطة صغيرة نقير. وفي وسط النواة فتلة كده اسمها فتيل، في وسط النواة فتلة تسمى فتيل، بهذا الفتيل وهذا النقير وهذا القطمير، وكلها يضرب بها المثل في القلة. واضح؟ ماشي. بقول له: هات تمرة، بجيب لي نواية. طب هات تمرة كلها وبعدين أوريك النواية. كل التمرة وعطاني النواة، جزاه الله خيرا، هذا يدل على الكرم البالغ يعني. طيب، وهذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله كلها أحاديث صحيحة، وسوف يستنبط منها المصنف
المسائل ونقف عنده. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين. الآيتين أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون كما أوضحنا، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، لا يملكون لكم شيئا ولو قليلا ولو قطميرا. تفسير الآيتين واضح جدا في أن الأصنام وغير الله عز وجل لا يملكون شيئا. نعم. قال الثانية قصة أحد. حيث شج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من البلاء الذي يصب على الأنبياء لرفعة الدرجات. نعم. جزاك الله خيرا. واحد تبرع لنا بطبق تمر كامل، جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه، وهذا يدل فعلا على الكرم البالغ. لكن أنا قلت لكم البارحة ديك، ما فيش ولا حد جاب ديك النهاردة. أنتوا بقيتوا في المسجد ما روحتوش، أنتوا محضرون، أذركم معك خلاص، ولا مش مربين ديوك في البيت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بشجة في الحرب، وهذا بلاء يصب على الأنبياء لرفعة الدرجات. نعم. قال الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط ويدعو على طغاة قريش والصحابة يؤمنون خلفه، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنط في كل فجر، وإنما كان يقنط عند النوازل فقط ثم ترك القنوط. أما قنوط الفجر ففيه قولان لأهل العلم، اكتب قنوط الفجر، فيه قولان لأهل العلم مالك والشافعي: القنوط في الفجر سنة في كل فجر، ويرى الشافعي أن من ترك القنوط فعليه سجود السهو. الإمام أبو حنيفة وأحمد يريان أن القنوط بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قنط في النوازل وترك، أما استمرار القنوط في الفجر بدعة. استدل الأولون، استدل مالك والشافعي رحمه الله بحديث أنس: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. هذا حديث منكر. استدل أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله بقول أحد التابعين لأبيه الصحابي: لقد صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هل كانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. هذا حديث صحيح. والراجح أنه بدعة، قنط في الفجر واستمرار بدعة. لكن كما يقول شيخ الإسلام: لو أنك صليت خلف إمام يأخذ بقول من يقنط فاقنط خلفه وارفع يديك حتى لا تشق عصا المسلمين، لكن إذا صليت أنت إماما لا تقنط بالناس. نعم. اكتب السؤال، معلش مش هناخد أسئلة عشان نخلص، أي واحد عنده سؤال يكتبه، وبعد الآخر هنمسك الأسئلة ونجاوب عليها إن شاء الله، تحت أمرك إن شاء الله. قال الرابعة أن المدعو عليهم كفار. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الكفار في القنوط وسماهم بأسمائهم: صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام إلى غير ذلك، كانوا كفارا آنذاك. نعم. قال الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم دنوا عمهم. يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الكفار عامة لكفرهم، وإنما كان يدعو على طغاة الكفار الذين آذوا المسلمين أشد الإيذاء. نعم. قال السادسة أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء. ليس لك من الأمر شيء، شيء يعني ليس لك، لا تملك من هدايتهم شيء، وما يدريك لعل الله يهديه. وفعلا ربنا هدى بعضه وأسلم بعضه. أسلم مين؟ صفوان بن أمية أسلم؟ أسلم. سهيل بن عمرو أسلم؟ أسلم. نعم. قال السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فآمنوا. حتى أبو سفيان نفسه أسلم وتاب الله عليهم. أو يتوب عليهم أو يعذبهم، لاحظ أن الله عز وجل قدم التوبة على العذاب لأن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. نعم. قال الثامنة القنوت في النوازل.
نعم يشرع القنوط في النوازل لو نزلت بالمسلمين نازلة أو اعتدى عليهم عدو أو شيء، يجوز أن يقنطوا في الصلوات الخمس ويتضرعون إلى الله أن يرفع الله النازلة. نعم. قال التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهو يرد على بعض الفقهاء الذين قالوا لو ذكر اسم أحد أو شخص في الصلاة بطلت الصلاة، يقولون هذا، لكن الصحيح أنها لا تبطل لهذا الحديث. نعم. قال العاشرة: لعنة المعين في القنوت. يعني يجوز مثلا، يجوز وانت ساجد أن تقول اللهم اشف ابني محمدا، يجوز؟ نعم يجوز، لا بأس. العاشرة: لعن المعين في القنوط. هؤلاء كانوا كفارا وكانوا قد أذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبرغم ذلك الله عز وجل عاتب على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سماهم بأسمائه، اللهم لعن فلانا أو فلان، قال ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، وفعلا تاب الله عز وجل على بعضهم، فكيف يدعو عليهم بالطرد من رحمة الله. نعم. إذن مسألة لعن المعين في القنوط دية ينبغي ألا يذكرها المصنف، وإلا فالله عز وجل يعني عاتب على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عين أناسا، فقد يكون تكون الآية ناسخة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه نظر، علق عليه فيه نظر. وانت بتشرح الكتاب تقول مش تقول يجوز لعن المعين، تقول لا لا يجوز لعن المعين، هذا أمال أنت بتاخد الكتاب ليه؟ في بعض الإخوة قاعدة فتحة فمها كده وأنا بشرح وخلاص، وبعد كده يروح يشرح الكتاب للناس، يجيب أي شرح تاني ويشرحه، يجيب فتح المجيد، يجيب أي حاجة ويشرحه. لا أنت، أنا أقول لك على الشروح اللي هترجحها إن شاء الله، بس التنبيهات دي اللي احنا بنخالف فيها المصنف لازم تكتبها. يعني مسألة المصنف فلم يعظهم بالجهل، قلنا لا بل عذرهم بالجهل وبينا الأمر. هنا لعن المعين في القنوت، لا لا يجوز لعن المعين، ده اللي اتفق عليه العلماء، لأن الله عاتب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الحادثة: قصته صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم، لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه ونادى فيهم يا فاطمة بنت محمد، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، إلى آخر الحديث المشهور، إن اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيء. يعني نفذ النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره الله به من وعظ أقاربه وأمرهم بالحق. نعم. قال الثانية عشرة: جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع أقاربه قال لهم، جمعهم كلهم فجم، خير خير في إيه؟ فاجتمع: يا معشر قريش جات، يا معشر بني هاشم، بني عبد المطلب، بني عبد مناف، كل جي خير. فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا رسول. فقال له أبو لهب: تبا لك، لهذا جمعتنا؟ فمجنون، فنسب إلى الجنون، ورغم ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لما ربنا يكرمك وتدعو إلى الله عز وجل هيقول لك: أنت متشدد، أنت متعصب، أنت إرهابي، أنت كذا، أنت مقصر قميصك ليه؟ مقصر ثوبك ليه؟ أنت لابس قميص نوم، ما عندكش جلبية، الأخت المنتقبة أنت متغمية وماشية متغمية ليه كده؟ كل الكلام ده لا يؤثر فيك، بل يزيدك تمسكا بالحق ما دمت على السنة. نعم. قال الثالثة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني من الله شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن، تبين له التوحيد وغربة الدين.
نعم. يعني لو جاء واحد يتبرك بولي من الأولياء فقول له يا أخي الكريم لا يجوز، يقول لك دول أولياء، فتبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أغني عنكم من الله شيء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولياء وسيد الأنبياء قال لا أغني عنكم من الله شيئا، فكيف بمن دونه من الأولياء؟ إذن الولي لا يغني عنك من الله شيئا من باب أولى. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قال: فيه مسائل. الأولى: تفسير الآية. أولا: هذا الحديث الأخير حديث ضعيف، هذا الحديث الأخير حديث ضعيف، فيه نعيم بن حماد وهو ضعيف، لكن الحديث الأول حديث صحيح رواه البخاري، هو حديث: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وواضح بدأ المصنف يقول فيه مسائل. المسألة الأولى: تفسير آية حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي فسرت الآية بالحديث، وأن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي أو قضى بالحكم خضعت الملائكة ثم رفعت فقالت ما جاء في الحديث ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. قال: الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على صالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، أي أن الملائكة برغم قوتهم وعظمتهم وقوة خلقهم خافوا من الله عز وجل وفزعوا منه وخضعوا له، إذن لا يجوز أن نخاف أو نخضع إلا لله تبارك وتعالى. قال: الثالثة: تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. تفسيرها في الحديث: ماذا قال ربكم قالوا الحق، أي أن الله عز وجل لا يقول إلا الحق، وهو العلي إثبات صفة العلو، الكبير إثبات اسم الكبير. نعم. قال الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك. سبب سؤالهم خوفهم من بطش الله وعقابه، ماذا قال ربكم، هل أمر بتعذيبنا، هل أمر بإهلاكنا، ماذا قال ربكم، قالوا الحق هو العلي الكبير، أي قال الحق سبحانه وتعالى. قال الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا.
لأن جبريل يعتبر رئيس الملائكة، وجبريل من أعظم الملائكة خلقا، فمن الملائكة من له جناحان ومنهم من له أربع. أن جبريل فله كم جناح؟ 600 جناح، كل جناح سد الأفق، وفي رواية سد ما بين المشرق والمغرب، لو رآه الإنسان على هيئته صعق. نعم. قال السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. وهذا في فضيلة لجبريل عليه السلام. نعم. قال السابعة: أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. هذا يدل على أن أهل السماوات جميعا يسألون جبريل، فهو مقدم عليهم، مقرب من الله تعالى. نعم. قال الثامنة: أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم. وهذا مأخوذ من قوله: إذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. والصعق هو الإغماء، صعق لسانه أي أغمي عليه. نعم. قال التاسعة: ارتجاف السماوات لكلام الله، أي تعظيما لله عز وجل وإجلالا له. نعم. قال العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، لأنه مأمور بالوحي، إما أن يوحي الله عز وجل له بشيء يوصله إلى الملائكة، أو أن يوحي إليه بشيء يوصله إلى الرسل. نعم. الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين. الشياطين لا تسترق السمع لكي تبلغه للسحرة، فالشيطان حينما يقضي الله بالأمر بأنه سيحدث في هذا الشهر كذا، فلان سيموت وفلان يعيش وفلان يتزوج، هذه الأوامر يلقيها إلى جبريل، وجبريل يلقيها إلى الملائكة الموكلون بقبض الأرواح أو الموكلون بأرزاق العباد إلى آخره، فالشياطين يركب بعضهم بعضا حتى يصعدوا إلى السماء ليسمعوا هذا الصوت، يختطف كلمة فيلقيها لمن خلفه لمن خلفه، فيأتي شهاب يأخذهم، وقد تفلت الكلمة وقد لا تفلت، فيسترقون السمع، وجعل الله عز وجل بعض الكلمات تفلت وتأتي إلى بعض السحرة امتحانا لقلوب العباد وامتحانا لإيمانهم، هل سيصدقون هؤلاء السحرة ويؤمنون بهم أم يظلون ثابتين على الإيمان الحق، وأنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. قال الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضا. وصفها بأنه فرج بين أصابعه كده صبعه كده، فتح صابع يديه الخمسة، هم واقفين وفوق بعض الشياطين، حتى إذا التقتها الأول أعطاه للثاني واللي تحته واللي تحته واللي تحته واللي تحته وهكذا، فإذا جاء الشهاب وأخذ الآخر يكون قد ألقاها للذي تحته، وهذا يدل على حرص الشياطين على إضلال بني آدم. نعم. الثالثة عشرة: إرسال الشهب. كما هو مذكور في هذا الحديث، والله عز وجل أشار إلى ذلك في القرآن بقوله: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. والشهاب هو النار. نعم. قال الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، وهذا واضح في الحديث. نعم. قال الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. نعم، يصدق بعض الأحيان، أحيانا يقول كلمة فتكون صدقا، فتكون هذه الكلمة من إيه؟ ما الكلمات التي استرقها الشيطان، ولكن ليس بالضرورة أنه صدق في مرة أن يكون صادقا، بل يكذب معها 100 كذبة، كذبة كذبة هي مثلثة. نعم. قال السادسة عشرة: كونه يكذب معها 100 كذبة كما ثبت في الحديث، فلا يصدق إذن، واحد بيصدق مرة ويكذب 100 مرة يعني الغالب عليه الكذب فلا يصدق. نعم.
قال السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يعني هذه الكلمة تجعل الناس يصدقونه في كل كذبه. نعم. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. ليست هذه القضية، القضية الاعتقاد، ما دام اعتقد أن هذا إنسان وأنه لا يعلم الغيب يجب حتى لو صادف قوله الصدق والحق أن يعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا من؟ إلا الله. نعم. قال التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، وهذا يدل على حرصهم، حرص الشياطين على إضلال الناس عن طريق إلقاء هذه الكذبات إلى السحرة. نعم. قال العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. إثبات الصفات منها أن الله عز وجل يتكلم ويتكلم بالوحي إلى جبريل، ومنها أنه قال ماذا قال ربكم، قالوا الحق، هذا إثبات لصفة الإيه؟ الكلام التي ينفيها هؤلاء الأشاعر. نعم. قال الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل. نعم، هم يرتجفون خوفا من الله تبارك وتعالى لأنهم أقرب إلى الله عز وجل منا. قال الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا، أي تعظيما لله واتقاء لسخطه، ولذلك الإنسان إذا خاف من الله عز وجل يجوز أن يسجد، ولكن شرع لنا سجود، لم يشرع لنا سجود غير الصلاة إلا سجود الإيه؟ سجود التلاوة وسجود الشكر فقط. لكن أحيانا تجد بعض الناس بعد الصلاة يسجد سجدة ويطول فيها، تسأله ما هذه السجدة؟ يقول سجدة الدعاء، أقرب ما يقول عبد من ربي هو ساجد. تقول له يا أخي الكريم هذه بدعة، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في غير الصلاة الدعاء، أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد يعني وهو في إيه؟ في الصلاة. أما السجدة خارج الصلاة أنا رأيت أكثر من واحد يفعلها، وهذه بدعة، بارك الله فيكم. نعم. سجد التلاوة سجد الشكر. نعم، في أكثر من واحد يسجد سجدة مستقلة للدعاء، وهذه بدعة لم ترد، غير مشروعة. قال رحمه الله باب الشفاعة وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله قل لله الشفاعة جميعا، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. قال وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود.
قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات. الآيات التي ذكرها المصنف: الآية الأولى قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فهنا نفى الشفاعة، والشفاعة المنفية هي الشفاعة التي يريد أصحابها أن تكون لهم شفاعة بغير إذن الله عز وجل، فلا يمكن أن يشفع لهم أحد إلا بإذن الله. وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، برغم أن الله عز وجل أثبت الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يقول قل لله الشفاعة جميعا، أي أنه لا يستطيع أحد أن يشفع إلا إذا أذن الله له بالشفاعة ورضي عن المشفوع له. إذن فالشفاعة ترد كلها إلى الله، أنه هو الذي يرضى وهو الذي يأذن. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي من ذا الذي يشفع عند الله إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله لابد أن يأذن للشافع أن يشفع في فلان، ولذلك لا يملك الشفاعة إلا الله. وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا يدل على أن هناك ملائكة تشفع، وأن الله عز وجل يأذن لهم بالشفاعة ويرضى عن المشفوع. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي هؤلاء الأصنام والأنداد الذين تدعون من دونه لا يملكون شيئا، لا شفاعة ولا غيره. إذن القرآن نفى الشفاعة الشركية وأثبت الشفاعة التي يرضى الله عز وجل عنها. فيه مسائل تفسير الآيات عرفناها. قال: الثانية صفة الشفاعة المنفية، وهي الشفاعة التي فيها شرك. قال: ثالثة صفة الشفاعة المثبتة، وهي شفاعة أهل التوحيد بشرط أن يأذن الله للشافع وأن يرضى عن المشفوع له. نعم. قال: الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود، وهي الشفاعة الكبرى التي يأذن الله عز وجل فيها للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن الله له شفع. طبعا الشفاعة الكبرى هي الشفاعة بأن يقضي الله بين الناس يوم القيامة، حديث اتيان الناس لآدم ونوح وهود وإبراهيم إلى آخره، وهو الحديث المشهور المعروف. صفة ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع، وهذا يدلك على أن الإنسان إذا أراد أن يدعو ربه عليه أن يتقرب لله عز وجل بطاعة. فإذا أردت أن تدعو مثلا تصدق بصدقة قبل الدعاء، قدموا بين يدي نجواكم صدقة، أو إذا أردت أن تدعو صل ركعتين وادعو، أو إذا أردت أن تدعو صوم يوما وادعو مثلا. يجوز أن تدعو في أي وقت، لكن إذا كان عندك دعوة مهمة فقدم بين يديها طاعة لله. صل رحمك وادعو، بر والديك وادعو، اذكر الله وادعو، اقرأ القرآن وادعو، وهكذا لكي تكون أقرب إلى الإجابة. فإن لم تستطع فاحمد الله وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء وبعده. نعم. قال: السادسة من أسعد الناس بها، من أسعد الناس بها يا جماعة؟ أهل التوحيد والإخلاص، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة. نعم. قال: السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. نعم، الشفاعة منفية عن المشركين، إنما هي لعصاة المسلمين.
أو للمؤمنين برفع الدرجات. قال الثامنة بيان حقيقتها. حقيقة الشفاعة أن يتفضل الله عز وجل على المشفوع له بأن يأذن للشافع أن يشفع فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل يأتي من أهل البادية محروج كده من النبي عليه السلام وعاوز يسأل النبي عليه السلام أو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مساعدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إيه؟ من يشفع؟ من يشفع؟ يجي واحد يقول له يا رسول الله اعطيه مساعدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه مساعدة. يا رسول الله اسمع منه قوله. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول له تعال ويعطيه مساعدة وخلاص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن تتوثق العلاقات بين الناس. الرجل ده يفرح بالصحابي وأنه سعادة وعمل فيه جميلة فيحب الناس بعضهم بعض. فيقول هل من يشفع؟ هل من شافع؟ هل من شافع؟ فيشفع عند النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال فيه مسائل. هناك آيتان، آية أثبتت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم وآية نفت الهداية عن النبي عليه الصلاة والسلام. الآية التي أثبتت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم هي قوله تعالى أحسنتم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والآية التي نفت الهداية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. جمع العلماء بين الآيتين فقالوا الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية دلالة وهداية توفيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يملك هداية الدلالة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي تدل الناس على طريق الله القويم الذي وصلهم إلى الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يملك هذه الهداية، هداية البيان والدلالة. ونوع ثاني هداية التوفيق أن يوفق الناس للطاعة أو يوفق الناس لدخول الجنة أو يوفق الناس لعمل الخيرات. وهذه الهداية لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما يملكها من؟ الله. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت لما كان حريصا على هداية عمي أبي طالب لما نال معه من الأذى ودافع عنه وذاد عنه وخسر بعضا من بنجاهه وسلطانه عند قريش حفاظا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان حريصا على هدايته. فقال الله له وظل يقول لأبي طالب قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قل لا إله كلمة أحج لك بها عند الله. خلاص هتموت، روح اطلع قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، أقول يا ربي قال قبل ما يموت. وهو ينظر إليه وينظر إلى أبو جهل بن هشام وهو ما يقوله ها هتخاف عند الموت؟ هتخاف ونتعاير بها طول عمرنا؟ فكان آخر ما قال قال هو على ملة عبد المطلب، يعني على الكفر والشرك. وفي رواية أنه نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبو لولا معرة الناس أو لولا أن يتحدث الناس لقلتها لتقر بها عينك. يعني مش هيقولها لله، هيقولها مجاملة لمين؟ للرسول عليه السلام. المهم مات على الكفر والشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يشفع فيه فقبل الله عز وجل شفاعته بأن جعله أهون أهل النار عذابا
توضع تحت قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. اللهم نجنا يا رب من النار. وقال إنك لا تهدي من أحببت. وبعدين قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. وظل يستغفر له لأبي طالب، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني في استغفر لا تستغفر هو من أصحاب الجحيم لأنه مات مشرك، فلا يغفر له باستغفارك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ماذا نأخذ نحن من هذا؟ نأخذ من هذا أن الهداية بيد الله، وأنك إذا أردت الهداية فلتطلبها ممن؟ من الله. فهداية التوفيق لا تطلب إلا من الله، فمن أراد أن يشرح الله صدره للإيمان فليدعو الله، ومن أراد أن يحفظ القرآن فليدعو الله، ومن أراد أن يقيم الليل فليدعو الله، ومن أراد أن يخشع قلبه فليدعو الله، ومن أراد أن تدمع عينه فليدعو الله، ومن أراد أن يتعلم علم فليدعو الله، ومن أراد أن يتصدق فليدعو الله، ومن أراد أن يهدي الله له أولاده فليدعو الله. وهذا كله عبادة تتقرب بها إلى الله، فكثرة الدعاء تعود القلب على الانكسار لله جل وعلا. وإذا انكسر قلبك بين يدي الله فسوف تشعر وأنت تسجد بجسدك بأن قلبك قد سجد بين يدي الله. فكثير من الناس يسجدون برؤوسهم ولا تسجد قلوبهم، لكنك حاول أن تخشع وأن تخضع لكي تشعر بأن قلبك سجد لله. فإذا سجد قلبك لله انكسرت نفسك وتواضعت وصرت من عباد الله المخبتين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. قال الثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. قل لا إله إلا الله، يعني هذه الكلمة التي تشير إلى أنه لا معبود بحق إلا الله، وكأنه يقول بخلاف ما عليه من يدعي العلم. يبدو أن بعض من يدعي العلم كانوا يقولون لا تلقنه لا إله إلا الله عند الموت فإنه كان مسلما، وإنما يستحب التلقين عند الموت حتى لو كان الرجل على الإسلام. قال الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقدح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يعني يريد أن يقول بأن أبا جهل والمشركين وأبا طالب كانوا يعلمون أنه لو قال لا إله إلا الله فلا يجوز له أن يتقرب إلى صنم ولا أن يخضع لغير الله. هذا أصل الاستسلام لله. ثم إن من الناس الآن من يقول لا إله إلا الله ويستسلم لغير الله وينذر لغير الله ويطوف بغير الله ويدعو غير الله ويعتقد النفع والضر في غير الله، فما تنفعه لا إله إلا الله. نعم. قال الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. نعم، لقد كان حريصا على ذلك لأنه وقف بجواره كثيرا. نعم. قال السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. بعض الناس يظن أنهم أسلموا وهذا لا دليل عليه، في حديث باطلة وموضوعة في ذلك بأنه أسلم والصحيح أنه لم يسلم. نعم. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، لأنه مات على الشرك، والله عز وجل قضى أن من مات على الشرك لا يغفر له لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان.
نعم هؤلاء الذين كانوا حول أبي طالب أصدقاء السوء ظلوا حوله حتى مات على الشرك، فينبغي أن تبتعد عن أصدقاء السوء وأصدقاء المعاصي لأنهم قد يجروك إلى فعل المعاصي والذنوب. وأنتم تعرفون الحديث الثابت في الصحيحين مثل الجليس الصالح والجليس السوء إلى آخر الحديث. وعند الترمذي المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نعم. قال التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. لأن هذا هو الذي أرضى أبا طالب، يعني أنت هتبقى أحسن من أبوك وجدك تسلم، طب كان بعبد الأصنام. فتقليد الآباء والأسلاف في غير الطاعة مضر. نعم. قال العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك الاستدلال أبي جهل بذلك. أيوة، أتترك ملة عبد المطلب، يعني تترك ملة العيلة والقبيلة. وكذلك الناس يقول لك يا طب ما احنا طول عمرنا بنشوف الناس بتطوف بالقبور وتنذر لهم وتفعل وتفعل، انت يعني اللي جايب دين جديد؟ فهذه حجة باطلة. نعم. قال الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت، كما نفعت الغلام اليهودي حينما نطق بها عند الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نعم. قال الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. نعم، التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين. ما هي الشبهة؟ تعظيم الأسلاف والأكابر في غير طاعة الله. أحسنت. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا، قال فيه مسائل. المصنف رحمه الله يقول باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو في مين؟ في الصالحين. مسألة الغلو مهمة جدا يا إخواني، والحمد لله يعني لما نبهنا أمس على عدم تقبيل الأيدي فالإخوة جزاهم الله خير التزموا وريحونا جدا بفضل الله، وأنا أشكركم على ذلك لأن أنا كنت أعاني معاناة شديدة في الخروج والدخول من تقبيل الأيدي وتقبيل الرؤوس. وأوضحنا أن هذا نوع من أنواع الغلو في الصالحين، يعني الغلو في المشايخ والعلماء يعني. والحمد لله إن شاء الله نتمنى أن الموضوع ده يعمم حتى نعفي مشايخنا من الغلو والتعب الذي يرهقون فيه بسبب المحاضرات والدروس. يعني سمعت الشيخ أبو إسحاق حفظه الله يقول بأن إلقاء المحاضرة أخف عليه من الدخول والخروج.
لأن الناس يتكاتفون عليه، وهذا يقبل رأسه وهذا يقبل يده وهذا، وإخواننا الفلاحين اللي ربنا عطوهم عضلات ربنا يدوم الصحة، عاوز ياخد الشيخ يمسك رأسه ويقبلها يكتم رقبته. والشيخ حسان حفظه الله مرة خرج من خطبة والناس عملت ده يشد إيده وده يشد غطرته وده يقبل إيده ويقبل رأسه وهكذا، وواحد يعني ربنا يدي الصحة شد يده لكي يقبلها، المهم طلعوا الشيخ فوق في عملوا له إشعة على دراعه وجدوا فيه شرخ في دراعه بسبب التقبيل. هذا نوع من أنواع الغلو، ونوع من أنواع الغلو منهي عنه، نوع من أنواع الغلو منهي عنه. وكما أوضحنا بأن المشايخ يتأذون جدا من هذا، فطبعا الحمد لله أنتم هتبدأوا إن شاء الله سنة حسنة بأن نقابل المشايخ نسلم عليهم بدون تقبيل أيدي وتقبيل رؤوس، حتى يعني نخفف على المشايخ من جهة، وحتى لا نقع نحن في الغلو. ليه؟ أنتم شباب كبار ومعروفين في قريتكم، لما يطلع مثلا قرية فيها 20 شاب صغير لسه ملتزمين جدد، أول ما يشوفوا كبير القرية بيقبل الإيد والرأس هم يقلدونه يفعلون ذلك، فيقلد الصغير الكبير في هذا. وقلنا بأن هذا خلاف السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يحبونه حبا جما، برغم ذلك لم يكن يقبل يده كلما التقوا به أو قبل رأسه كلما التقوا به. قوله سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، يعني الأصل أن هؤلاء كانوا ناسا صالحين، فلما ماتوا صوروا صورهم وبدأوا يتقربون بهم ويطوفون بهم وينذرون لهم فوقعوا في الشرك. حديث ابن عباس في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه كلها أسماء آلهة كانت في قوم نوح. ود الصنم ود والصنم سواع والصنم يغوس والصنم يعوق والصنم نسر، هذه كلها أسماء أصنام. فبين ابن عباس أنهم كانوا ناسا صالحين، فلما ماتوا أوحى إليهم الشيطان أن انصبوا إلى مجالسهم، فكانوا ينصبوا أنصابا يعني عملهم تمثال زي ما دلوقتي عملوا تمثال لعبد الناصر تمثال للسادات وتمثال لمبارك. فلما غضب على مبارك كانوا ثلاث تماثيل، راحوا حرقوا تمثال مبارك وسابوا تمثالين، تمثال عبد الناصر وتمثال ايه السادات. ولو تجيه رئيس غضبان على السادات وعبد الناصر هيحرق التمثالين وهكذا. فهذه التماثيل وهذه الانصاب مدعاه لتعظيم الناس وهي لا تجوز. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تبالغوا فيه كما بالغت النصارى في عيسى ابن مريم فقولوا عبد الله ورسوله. والعجيب ان بعض المسلمين لم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو الان يغالي فيه، يعني من الناس من يقول يا نور عرش الله، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نور عرش الله، يعني عرش ربنا كان مظلم وبعدين لما ايه خلق النبي صلى الله عليه وسلم نور العرش. الكلام ده صحيح يا جماعه ولا لا؟ غير صحيح. يا أول خلق الله وخاتم رسل الله، مين اللي قال الكلام ده؟ هذا ليس صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يقل أنا أول خلق الله، وإنما قال أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، قال اكتب، قال ماذا اكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن ليوم القيامة. إذن مسألة النبي صلى الله عليه وسلم نور عرش الله، وأنه هو حديث جابر ما أول ما خلق الله يا رسول الله؟ قال نور نبيك يا جابر، حديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه الأحاديث يتمسك بها بعض الناس الذين لا يعرفون الحقائق، وهي من المبالغة في النبي عليه الصلاة والسلام. نبدأ في المسائل. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب، أي أن الذين أن كثيرا من الناس رأى أن كثيرا من الناس يعظمون الصالحين. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نشأ في زمن كانت الجزيرة العربية مليئة بالقبور التي يطاف بها ويشرك بها من دون الله،
فنجى الله عز وجل ونقى المدينة ونقى الجزيرة العربية كلها من الشرك بسبب محمد بن عبد الوهاب. كان في قبر زيد بن الخطاب في مكة وقبر فلان وفلان وفلان من الصحابة، كان الناس ينذرون لهم، فبين غربة الناس في زمان. الحمد لله الآن يعني كثير من الناس فهم التوحيد الصحيح وبدأ لا يطوف بالقبور. نعم. قال الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. نعم، بسبب الغلو في الصالحين حدث أول شرك كما ذكر ابن عباس. قال الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. نعم، غير دين الأنبياء بتعظيم الصالحين. نعم. قال الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. يقبلون البدع والخرافات برغم أن الشرائع تدل على أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، إلا أن بعض الناس يقتنع بهذه البدع. نعم. قال الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. أرادوا به خيرا غيره، فعن اسم الدين شيئا أرادوا به خيرا فظن بعدهم أنهم أرادوا غيره. لا بسقط الصحيح، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. صحح عندك. تمام. يعني بدأ الشرك بمحبة الصالحين، ومحبة الصالحين طاعة، ثم تدرج بهم الغلو حتى عبدوهم من دون الله، فهم أرادوا به خيرا في البداية، أرادوا به محبة الصالحين، ثم تدرج الأمر حتى وصلوا إلى الشرك. نعم. قال السادسة تفسير الآية من سورة نوح، وهي ولا تظلن آلهتكم ولا تظلن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. نعم. وقالوا لا تظلن آلهتكم ولا تظلن ودا ولا سواعا الآية، فهذه فسرها ابن عباس. نعم. قال السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. يعني كون الإنسان يميل إلى الباطل والنفس تميل إلى اللهو، فهذا موجود في فطر كثير من الناس. وإن كان الإنسان جبل على التوحيد الخالص لما ثبت في صحيح مسلم من مولود يولد على الفطرة. والحقيقة يعني السابعة دي المسألة السابعة فيها نظر، المسألة السابعة فيها نظر، أن جبل يعني جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه وباطل يزيد، هذا فيه نظر، لأنه مخالف لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الإيه؟ على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصرانه أو يمجسان. إذن الجبلة والطبيعة هي الفطرة، هي التوحيد الخالص. نعم. قال التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر، قول النبي صلى الله عليه وسلم